هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم لسمعتم في دمي أصوات من راح. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، وللياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تخف حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل فواح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح. يبدعون بإلقاء الشعر والخواطر باللغة العربية الفصحى هنا في مدرسة الشهيد ميمون حمودي في اللاذقية، فعاليات وأنشطة عدة في أسبوع تمكين اللغة العربية. أنا شاركت بالمهرجان لأن اللغة العربية هي أنه أساس انتمائنا للبلد، أنه بلاها نحن أنه ما أولش أنه ما في انتماء. هذا الشيء أنه دفعنا لحتى نهتم باللغة العربية من خلال المشاركة بكثير مسابقات، مثل مثلا الروايات، قراءة مطالعة كتب، أو كتابة الخاطرة مثلا، أو إلقاء الشعر. اللغة العربية هي فخرنا وعزنا وانتمائنا، فهذا الشيء دفعنا لحتى نقوم بمبادرة للغة العربية يلي هي بتوضح أهمية اللغة العربية وجمالها، جمالها بالخط وانتشارها الواسع على الوطن العربي. إن اللغة العربية هي أكثر لغات انتشارا في العالم، ويجب أن نتحدثها ونصونها ونتحدثها بفخر، وهذا جعلنا أن نقوم بمثل هذه المبادرة لكي نجعلها أن تنتشر بشكل أوسع وتظل راسخة في ذهوننا. نحن لازم نقوي ارتباطنا باللغة العربية ونظل محافظين عليها لأنه هي عزتنا وكرامتنا. حكم سيوفك في رقاب العزلي، وإذا نزلت بدار ذل فرحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالماً، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهتين خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاحصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختل لنفسك منزلا تعلو به، أو مد كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندلي، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي. هذه اللغة تتعرض لهجمة كبيرة، ولكن هذه الهجمة يجب أن نواجهها بثبات وبقوة، وأهم طريقة للمواجهة هي ترسيخ اللغة ونقشها في صدور وقلوب أبنائنا الطلبة. وكان هذا النشاط عبارة عن أولاً إقامة لوحات، هذه اللوحات تعكس اهتمام الطلاب باللغة، بالأدب، بالشعر وما إلى ذلك. ثم أقمنا نشاط ثقافي بعنوان هيا نقرأ، وهذا النشاط يقوم به الطلاب عبر تلخيص الروايات وتعريب بالرواية ثم إضافة أجمل المقولات لهذه الرواية. هذه الفعالية يمكن أن ترسخ اللغة، ويمكن أن تدعم اللغة، ويمكن أن تكون سنداً وداعماً في المستقبل. هن قايمين بنشاطين، قايمين لغتي هويتي ومبادرة هيا نقرأ. مبادرة هيا نقرأ اللي هي عبارة عن أنه أغلب المدرسة مشاركة فيها روايات ريانينا وملخصينا، وعاملين هن مكتبة خاصة فيهم بالمدرسة، قادر أي طالب يدخل على هالمدرسة على هالمكتبة ياخذ الروايه اللي بيحبها ويقراها بتلخيص احد زملائه طبعا وباشراف الاستاذ المختص. وفي مبادره لغتي هويتي اللي هن قايمين فيها اليوم بشكل مباشر، هي عباره عن القاء قصائد بتغني معنى اللغه العربيه واهميه اللغه العربيه وشو يعني اللغه العربيه، وهي اساس وجودنا واساس تكويننا نحن كسوريا اللي هي جزء من الوطن العربي. اللغه العربيه بحر واسع يضم الكثير من العلوم، فعاليات وأنشطة مهمة تأتي في إطار التأكيد على تمكين اللغة العربية كونها إرث هام.